ما يقول لك ينطي بطاقة النخ. ماكو شيء، ماكو أي فقرة، ماكو أي فقرة في القانون تنص على هذا الشيء. ليش؟ لأنه أولاً يعني حتى المشرع، المشرع إذا لقاها راح يسكت عليها، اللي هي اللجنة القانونية. طبعاً. مستحيل يسكت عليها، لأن ما موجود عندنا في أي مؤسسة عسكرية هذا الجانب. ما حد يقدر أصلاً ينطخ بالمنتسب ويقول له تعال في فقرات قانونية إنه عليك إنه تجذب البطاقة الانتخابية حتى تجيرها لجهة سياسية. ما كنت شيء أصلاً هذا. يعني أنا شفت كتاب منشور وأعتقد نزل تكذيب إله أو من هيك قبيل. بصراحة إنه إحنا إذا نعتمد كل ما موجود في الميديا راح نقع في مشاكل كثيرة. لأن أولاً إذا إحنا ما نطلع على القانون بتفاصيله ونكون ملمين به حتى نناقشه من حيثياته، يعني أي بند قانوني أنا مطلع عليه، أي بند قانوني يخص بطاقة الناخب ما موجود. وأتحدى الأستاذ إذا يثبت لي أنه أكو بند قانوني موجود يشير إلى بطاقة الناخب في قانون الحشد الشعبي. ما موجود. زين، هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى، أتفق جملة وتفصيلا في النأي بالمؤسسات العسكرية والقوى العسكرية بالمجمل من دون يعني من دون تفضيل، من دون أي شيء. هو يقول لك الآن رئيس الهيئة سياسي. نعم، إذا كان حشد، إذا كان قوى أمنية، إذا كان وزارة داخلية، إذا كان وزارة الدفاع، إذا كان جهاز مكافحة الإرهاب، أي مؤسسة يجب أن تكون هذه المؤسسات لها سقف واحد وهو الوطن وحماية الوطن والدفاع والذود عن الوطن. أما تفاصيل خيارات المنتسب هذه تكون حريته، وأي تدخل في هذه الحرية أو الضغط من خلال سلسلة المراجع العسكرية هذا أمر منفوض جملة وتفصيلا. الحكمة ترفض أن يجير صوت المنتسب لأي جهة عسكرية لأي جهة سياسية. هذا الاعتراض الآن شوفوه اعتراض فني تنظيمي أو اعتراض سياسي؟ الاعتراض اللي صدر من السيد الحلبوسي الاعتراض سياسي. نعم اعتراض سياسي. شنو الهدف منه؟ كل الاعتراضات يا سيدي الكريم، المؤسسات يجب أن لا تسيس، يجب أن لا يكون قمة الهرم فيها يأخذ الجانب العسكري، أقصد العسكرية عدا وزير الدفاع. ليش؟ لأن هذا راح يكون منصب يتفق عليه سياسيا بين القوى السياسية التي تشترك في الحكومة، وهذه المفروض طبيعية جدا. يعني احنا مو ما نخرج عن الذوق العام السياسي في كل دول البلدان العالم ان الحكومة تشكلها قوى سياسية وتنتظم وفق قاعدة المصالح. هذا ما نقدر ننأى نفسنا عنه، لانه احنا جزء من كل المنظومات السياسية الموجودة. لكن انه تستخدم المؤسسة العسكرية وتجير لجهة سياسية معينة، هذا نرفضه جملة وتفصيل. اذا كان العنوان بهذا الطرح ما احنا ندعمه بشكل كامل، لكن انه ياخذ جنبه سياسيه من اجل مصالح. شنو المصالح؟ مصالح مؤقته. شوف يعني شنو مصلحه السيد الحلبوسي اليوم في عمليه الاعتراض؟ هو انا يعني بصراحه انا شفت الـ 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 الطرح هو طرح عام، لكن لما ذكر سيد فالح الفياض هنا أنا صارت القضيه. ومع العلم جنابك جبت البيان اللي صدر من كتلة عطاء. هذا المفروض يعني يكون في عين السيد الحلبوسي، أنه السيد الفياض ما عاد شخصية سياسية معنوية، لا، الرجل خلص فصل ما بين منصبه وما بين الواقع الحزبي اللي يعيشه. أنه هو اليوم يعني يقف على رأس مؤسسة مهمة جدا وهي الحشد الشعبي، وهو يعتبر الدرع الحصين للعراق، وأيضا يكون خلي أحطه بعنوانه الحقيقي هو جيش غير تقليدي، وهذا ما ينظر للعالم، مو فقط إحنا ننظر له، لأنه جيش غير تقليدي يمتلك عناصر قد حتى تفوق بعض القوى العسكرية من حيث النمطية المعروفة عن الاندفاع والقتال، وبالتالي سطر ملاحم لم تستطع. انتم ما عندكم مؤشرات على الاستغلال؟ لا، شوف هسه احنا مؤشرات الاستغلال لو كانت موجودة بشكل مثل ما يتحدث عن الأستاذ، لكن أول الناس اللي نعترض عن هذا الموضوع، وكنا أول الأصوات التي تخرج من أجل أن نرفع هذا الشك. وحقيقة أنا قلت لك أنه نحن
جملة وتفصيلا مع هذا الرأي الذي ينأى بالمؤسسات العسكرية عن أن تجير إلى أي جهة سياسية.